كانت بتقول ان الراجل ده ظهر في الحتة اشتغل في قهوة، وبعدين صاحب القهوة مشاه اختفى، وبعدين رجع بقى معاه فلوس ومعاه عربية وبتاع. احنا معانا صاحب القهوة دلوقتي على التليفون، خالد، استاذ خالد، ممكن توطي التلفزيون بس تسمعنا من التليفون لو سمحت؟ وطي التلفزيون على الاخر. قولي حضرتك، لما مشي ورجع معاه فلوس وكده، ما حدش سأله خالص انت جبت الفلوس دي منين، ولا شكلك اتغير كده ازاي، ولا اي حاجة؟ السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يا فندم دلوقتي اللي حصل في البدايه خالص، اصلا البني ادم ده انا معرفوش. فجابهولي واحد من جاري من المنطقه. ايوه. وقال لي ده مريض كانسر وعايزين نخدمه لله وتشغله معاك لوجه الله. فقلت له مفيش مشكله طالما انت عارفه. قال لي ده انا عمه، ولو حصل منه حاجه خد فلوس منك عمل حاجه غلط. دخلك يعني من حته ان هو مريض فممكن تشغله شفقه يعني. ايوه. مظبوط. وبعدين يا فندم لقيته ايه؟ يعني الواد مريب كده يعني ايه، في ال 15 يوم الاولانيين انا شغلته فيهم الاقيه مثلا ممكن يغيب بالثلاث ساعات بالاربع ساعات. المفروض اصلا هو يتواجد من ساعه يستلم الورديه بتاعته من الساعه مثلا 3 العصر لحد الساعه 2 بالليل، ما يتنقلش من المكان. كنت كل ما اسال عليه يقول انا بجيب اكل، كلمه هجيب الاكل دي يغيب بثلاث اربع ساعات. تانية اتصل عليه مثلا اقول له انت فين يا ابني، يقول انا في وسط البلد بجيب حاجه. فالكلام دار كتير قوي، فما كانش ينفع ان انا ايه اسيبه في قلب المكان. فمشيت. قلت له يا ابني انت شغلك مش هينفع معايا واتكل على الله. يعني ايه انت مش عايز، مش انا مش انا مش محتاجك في المكان اصلا. اوكي. وبعدين وبعد كده طبعا هو في ال 15 يوم او ال 20 يوم اللي اشتغلهم معايا كان مصاحب ناس، يعني مصاحب واحد او اتنين بالكتير قوي. ايوه. مصاحبهم كصحاب ايه بقى؟ زي الاتنين الاخوات مع بعض. وبعد ما مشيته غاب بتاع حوالي شهر. بعد الشهر ده جه بقى ايه بوجه جديد، بدله، جرافطه. ما سالتهوش بقى ده حصل ازاي؟ لا سالته. قال لي اخو لي. نعم يا فندم؟ قال لك ايه حضرتك؟ سالته طبعا، قلت له انت بسم الله ما شاء الله، ده المفروض انا اللي اشتغل عندك مش انت اللي تشتغل عندي. فقال لي اخويا مات في حادثه. وطبعا اخويا ده كان غني وقعد في التجمع ورث من وراه. كانت الفتره قد ايه بقى بين اختفائه ورجوعه؟ شهر. شهر واحد. فقال لك انا ورثت يعني. لان هو تواجد عندي واشتغل عندي يوم 4/10 بالظبط. يعني قعد في القهوه شاف المكان ورتب كل حاجه واختفى، ورجع بقى واحد معاه فلوس. بيقعد كسبون. بيقعد معايا كسبون. وهل كنت بتشوفه يعني هل هو كان طبيعي بيتكلم معاك طبيعي، كل حاجه طبيعيه يعني؟ كنت بتشوفه مثلا بيقعد مع ولاد تانية غير لا يا فندم، القهوه عندك كانت بتقفل الساعه 2 بالليل. وبعد الساعه 2 بالليل في سايبر جنب القهوه ده شغال 24 ساعه ما بيقفلش. فهو كان بيخش السايبر على اساس ان ايه بيصطاد من جوه بقى. الله يعني ايه الشارع. هو تلاقيه قاعد على السايبر بيكلم بقى بتوع الكويت، فكان بيخش عندهم جوه. وممكن يحاسب الاطفال. احمد ده بقى كان عيل غلبان وايه وعيل يعني غلبان جدا، فاي حد يديله 5 جنيه 10 جنيه طبعا هيقعد معاه، بيحاسب له على السايبر وبيحاسب له على الحاجات اللي زي دي. فبعد ما حصل الموضوع وعرفنا ان البني ادم ده شفناه على الكاميرات مع طارق والكلام ده كله، اول واحد شكيت ان الواد ده غير سوي. ده احنا ده الفيديو اللي هو في طريقه واخد. أيوه. واخد. لا هي بدايه الكاميرات مش دي، بدايه الكاميرات من عندي انا، من قهوتي انا. ومشي بقى في الشارع رايح على الشقه صح؟ نعم. كان قايل له بقى تعالى معايا نروح فين؟ انا معرفش. انا معرفش كان قايل له تعالى نروح فين ولا نيجي منين. انا شفته عندي بدايه الكاميرات من عندي ساعه ما لقيت الحكومه جايه بتراجع الكاميرات، فلقيته الواد طلع من السايبر للقهوه ومن القهوه للسايبر. ايوه. في تلت ساعه ثلاث اربع مرات اخر لقطه شايفه طلع من عندي من على القهوه جري للشارع اللي في وش القهوه. تابعنا الكاميرات اللي بعد كده، بنت الكاميرا اللي هي عند حضرتك دلوقتي. انا بشكر حضرتك جدا. احنا معانا الفيديو بتاع تمثيل الجريمه وهو بيمثل الجريمه للنيابه. قولوا لاولادكم ما يقعدوش مع ناس غرب، حتى لو هيدوهم ال 5 جنيه او ال 10 جنيه، مفيش حد هيدي فلوس لحد مش عايز منه حاجه،
علموا ولادكم كده، ان مفيش حد بيعمل كده غير بمصلحه. 90% 90%. وبعدين انا بجد يعني بشكر وزاره الداخليه جدا والنيابه العامه على ان انتوا عارفين ان بعد ما تمت الجريمه دي الراجل ده هرب. الراجل ده هرب وقبل ما يعمل جريمته التانية قبضوا عليه. فكرة ان دلوقتي ما بقاش في حد بيعمل جريمة ما بيتقبضش عليه، دي حاجة لازم نبقى فخورين بيها كلنا، لازم نبقى كلنا فخورين بالأجهزة الأمنية بتاعتنا بجد، ونقول لهم إلى الأمام وبنشكركم، لأن ما كانتش الضحية هتبقى نمرة اتنين بس، ده هيبقى نمرة اتنين وتلاتة. بيقولك لقوا أجندة فيها أسامي وبعتين صورة للكويت عليها 15 سنة، ها ده ينفع ولا لا؟ حاجة في منتهى الخطورة. وشوفوا الأجهزة الأمنية بتاعتنا قوية إزاي، في ظرف في يومين ثلاثة اتصلوا بالكويت بالجهاز الأجهزة الأمنية بالكويت والإنتربول وجابوا المصريين هنا واستجوبوهم. يعني حتى لو أنت بره مصر هتتعاقب، حتى لو أنت بره مصر هتتعاقب. لو انت بتحاول تهز امن وامان مصر او المصريين باي طريقه هتتعاقب. لو انت فين؟ كانوا في الكويت وجابوهم، وجابوهم في ايام قليله جدا. متخيلين بقى ان هم بيتكلموا على السوشيال ميديا ومحدش هيعرف يجيبهم؟ اتجابوا، اتجابوا وترحلوا في مفيش، في ساعات. فاوعى تفتكر انك هنا وهتعمل اي حاجه من الحاجات دي مش تتجاب. عملوا له ايه ال5 مليون جنيه؟